تنسى الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لتفعيل التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح طريقة عمل كونفيرت أو تحويل برنامج البوبس ريستورانت من النسخة الأمريكية إلى نسخة الميدل إيست. طبعا نسخة الميدل إيست قاعدة تتطور شوي شوي وقاعدين نخلي ميزات إضافية فيها. فللحصول على هالميزات لازم عمل كونفيرت إلى النسخة الأمريكية. شلون ننزل البوبس كونفيرتر؟ أول ندخل على موقع postbank.me، نروح على البوب سوفتوير، بعدين بوبس ريستورانت كونفيرتر، ندخل على الفول سيتاب، نحمل أجري وداونلود، وراح تنزل الملف. بعد تنزيل الملف تضغط دبل كليك، تعمل رن ونستول. الحين طبعا البرنامج او الكونفيرتر راح ياخذ باك اب على الملفات الموجودة عندك، سواء كانت قائمة طعام او ريبورتات او يعني الداتا اللي او المعلومات اللي موجودة في البرنامج القديم راح ياخذ عليها باك اب وراح يخليها في البرنامج لنسخة الميدل ايست. نشوف قدامنا البوبس ريستورانت ميدل ايست كونفيرتر، نضغط على كونفيرت، راح يعطيني التعليمات او اللايسن اجريمنت او السوفت وير اجريمنت، نعمل اكسبت وراح يبتدي كولكشن داتا وراح يبتدي شغل كونفيرت. طبعا مثل ما تشوفون انتهى الكونفيرتر، بوبس ريستورانت هاز بين سكسسفولي كونفيرتد تو ميدل ايست فيرجن، يعني انتهى الكونفيرتر من تحويل النسخة الأمريكية إلى نسخة الشرق الأوسط. نعمل اوكي وكليك هير تو لانش. إذا نبى نفتح البرنامج مثل ما تشوفون بوبس ريستورانت ميدل ايست. طبعا بعد انتهاء الكونفيرت نفتح البرنامج ونسوي سلكت على المربع الأول، نكتب كلمة أدمن من الكيبورد ونضغط إنتر. دائما احرص على عمل الأبديت بعد الكونفيرت، تحرص على عمل الأبديت. راح نشوف قدامنا بوبس ريستورانت والكلوز، do you want to continue؟ نقول له yes وراح يعطيني هني الكونفيرتر، نقول له check for updates، راح طلع لنا هذه الأبديت. قول له ابديت نو. طبعا ما راح تخسر البيانات وبالعكس راح تحصل اللي هو التحديثات الجديدة والتطويرات الجديدة في البرنامج. نشوف ان الابديت انتهى، بوبس ريستورانت هاز بين سكسسفولي ابديتد. ضغط على اوكي راح يفتح لنا البرنامج. شكرا لمتابعتكم وانتظرونا في شروحات ثانية إن شاء الله.